العراقي الذي لديه نقطة واحدة بعد أن تعادل في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب العماني بدون أهداف، ولذلك فإنها مواجهة مفصلية للغاية. يأتي ببعض التغييرات على رأسها أحمد باسل في حراسة المرمى، وتنطلق هذه القمة تحت أمطار البصرة على الإطلاق. العب الكرات العالية، لا تراوغ كثير، لا تراوغ لأنه راح تخونك المياه في أرضية الميدان. سدد، نعم سدد، حاول أن تسدد من أي منطقة سنحت لك الفرصة. عليك أن تسدد، ليست الكرات العالية، الكرات التي ترتطم بالأرضية. وهنا لدينا بداية من أيمن حسين، حاول الكرة والكرة وصلت إلى حارس المرمى نواف العقيدي، حارس مرمى المنتخب العراقي. العراق بأحمد باسل، آلاء فاضل، مصطفى ناظم، علي فايز، ضرغام إسماعيل، أمير العماري، محمد علي، أمجد عطوان، قاسم الجامي، أحمد بامسعود في الجهة اليسرى. وسط الملعب عواد الناشري ورياض شرحيلي، هذه كرة خطيرة للغاية للمنتخب السعودي لكنها مرت، عدت، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. مصعب الجوير في الجهة اليمنى، سعد النصر يأتي أساسيا من خلال هذه المواجهة، ولدينا اسمحان النابت بالرقم 7 ورائد الغامدي في المقدمة. هذه الكرة الخطيرة التي بلا شك ما بين المنتخبين. هنا الكرة العراقية عند الدقيقة 8 تلعب، الله، على كرة خطيرة للغاية مرت، لامست الشباك الخارجية الخارجية. انه اليمن قدمت اداء كبيرا امام المنتخب رغم الخسارة امام المنتخب العماني، لاننا نعرف الظروف التي اتى من خلالها المنتخب اليمني. هنا لدينا كرة خطيرة، خطيرة للغاية، والكرة بعد ذلك تبعد الى خارج ارضية الملعب. ممكن وحدة تباغت الدفاعات السعودية، ممكن وحدة يساعدها المطر، ساعدها الأجواء المناخية، وتأتي بخبر سار. هذه كرة وصلت إلى نواف، أوه أوه أوه، يا على هذا دخول، لكن هي الأمطار، هي الأمطار، هي الأمطار يا أمجد، ما تقدر تعمل بريك، ما عنده بريكات نواف، ما عنده بريكات. نعم تزحلق ووصل إليك، لكن ايضا على نواف انه يحاسب ويعلم تماما الظروف المناخية، انه ممكن تأتي بقرار تعمل عنده مشاكل. هذه لدينا الان كرة وصلت نواف في الخروج والابعاد الى خارج ارضية الميدان، والكرة الى رمية جانبية وصلت لمصلحة المنتخب العراقي، للمنتخب العراقي. عادل النقبي هذا الحكم الاماراتي الذي يدير هذا اللقاء الدولي منذ تقريبا 7 سنوات، نعم، وكان لاعب كرة قدم. عند الدقيقة 30 هذا أمجد عطوان يلعب الكرة العالية، خطيرة، راسية وصلت الآن، الله، نعم 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 نعم، إنه بايش، إنه إبراهيم يسجل أول أهداف في اللقاء. انتوا تسمعوني ولا، انتوا تسمعوني ولا، قلت بانني اريد ان ارى هدفا يحرك شكل المباراة، يغير نمط المباراة. يصحصحنا شوي، قالوا لي ولا يهمك، قالوا لي ولا تزعل، قالوا لي حبيب انت واحنا نسجل لعيونك. هنا لدينا ابراهيم بايش يسجل اول اهداف في الجاي العراقي. لدينا العراق بهدف مقابل اشياء امام المنتخب السعودي بعد ركنية امجد وتسديدة بايش، ياتي الهدف الاول. نص ساعة احتاج العراق ليسجل اول اهداف اللقاء امام المنتخب السعودي. هكذا كان الامر. يا كساس، يا كساس، نهدى 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 نهدى، كل أشقاء وإخوان. هذه اللقطة الماضية تحدث، لكن مع الأمطار، مع الأمطار شوي الأمور تتغير شوي، يعني
شوي الامور تزيد تعطيك جو اخر، ولذلك هناك حماس كبير موجود من خلال هذه المواجهه ما بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي، ولذلك فان الامر ياتي بهذه الطريقه في ارضيه الميدان وجدع النخله. 65,000 يحضرون يتابعون يشاهدون بل واكثر في هذه المواجهه ما بين المنتخبين. وهنا لدينا سمحان الروح الحلوه، هذا هو الخليج. الخضر في هذه المواجهه اخطر شيء نعم فعله المنتخب السعودي هي الكرة الثابتة التي لعبت وتدخل من خلالها الجامي، لكن غير ذلك لم يأتي خطر. وهنا لدينا كرة خطيرة للغاية، والكرة بعد ذلك صافرة من حكم اللقاء أحمد باسل. شوف خطرة، شوف خروج الحارس خطر، الكرة وقفت تماما، وبعد ذلك يأتي الإبعاد والتدخل من ثم الأسماء. لم تظهر هجوميا في هذه المواجهة حتى اللحظة. هذه لدينا رمية جانبية تلعب داخل منطقة الجزاء. أيمن حسين. الله 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 الله. بوطوبر سدد الكرة الماضية. أيمن حسين سدد بهذه الكيفية في الزاوية. يحاول أميل عماري أمير، لكن كرة لا تمر، عادت عراقية سعودية. والله حائر، الكرة تعود بالجهة اليمنى. قوقية يا عيني على الكرة الماضية، الكرة العراقية جميلة للغاية، لكن عمل. هذول ما يدرون ان في مطر، هذول ما يحسون ان في مطر، يلعبون وكأنما الامطار غير موجودة. العراق تقدم اداء مثاليا. يا عيني على قوقية، يا عيني على الموهبة العراقية. برافو نواف في عملية التصدي، لكن قوقية جميل من خلال الكرة الماضية. وهنا نواف غلطته الكرة، ولذلك خاف الحظ ما فيه، في من الظروف ما فيه، حاضرة موجودة في أرضية الملعب. وعادل النقبي يعلن عن نهاية أحداث شوط اللقاء الأول ما بين المنتخبين. العراق 1 عن طريق إبراهيم باش في الدقيقة 30. نعم في البصرة. هنا لدينا كرة خطيرة، الله لا زالت خطيرة، لكن نواف هناك راية وتسلل، لكن كرة خطيرة للغاية لمصلحة المنتخب العراقي. كاد من خلالها أيمن حسين أن يضيف الهدف الثاني، لكن هذا أمجد اللي كان موجود في موقف تسلل، والكرة التي تصدى لها نواف العقيدي وكاد بعد الخسارة الثانية. يا نور يا صبري، أمور عدة، وأيضا لا زلنا في عمر هذه المواجهة. هذا أمجد يمرر إلى حسن عبد الكريم، إلى أمجد، وانتو مطر. المطر يدافع في اللقطة الماضية المطر يخطر ويخرج ليدافع أمام قوقية. مالك أمان يا مطر. هذه الكرة الماضية ألم أقول لكم لا تأمن شيء. رائد يمرر الكرة على الأرض ما تمشي، هنا وقفت وأبعدت من غرغام إسماعيل لتعود مرة أخرى في الجهة اليمنى. بايش يلعب الكرة الأمامية. توقف ترى حاسب، أنا أقول لك يا على كرة على استغلال خطأ.
هذه الكرة وراسية يا 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 أمجد، أمجد عطوان نعم لعبها بالطريقة الممتازة، استغل للكرة العراقية في ذلك الزمان بسبعة لواحد. نعم انتهت تلك المواجهة، خمس انتصارات خليجية مقابل انتصارين سعوديين في مواجهة الفريقين، وهنا لدينا الكرة ولكن نواف على أكثر من دفعة، رياض شراحيلي، ولذلك يأتي الخطأ الآن لمصلحة المنتخب السعودي. هذه اللقطة، هذه الكرة، وهذا نور صبري، وهناك يونس يصور، وكان الله في عون اللاعبين، كان الله في عون اللاعبين، وإنني لأتخيل معكم والله والله ملعب، يعني تحس إنه أحيانا أنت في ملعب الصابوني، لعبتوا في الملعب الصابوني؟ هذه لدينا كرة خطيرة لمصلحة المنتخب السعودي، لكنها مرت، وصلت إلى أمجد عطوان، عطوان، عطوان يمر، والتدخل موجود لتعود سعودية، سعودية، سعودية. تحس إنك في مسلسل كرتوني، تحس أحيانا في الحلقة رقم 87 من الكابتن ماجد اللي قبل الأخيرة بيومين، قبل الأخيرة بيومين، إلى المباراة تأخذ أسبوع، لكن نعم في مباراة كانت بهذا الشكل. هنا لدينا، شوف حتى هذا من كثر المطر ما يشوف، من كثر المطر ما يشوف، وإحنا ما نقدر نشوف. حتى أنا أقول لك شغلة، هدف الإطمئنان قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق تلعب. الله، لكن الكرة تجاوزت، الكرة تجاوزت يا آسو، الكرة تجاوزت خط المرمى، ولذلك حكم اللقاء يرى بأن الهدف يلقى ولا دخلت ولم تدخل. نعم دخلت، لكن يرى بأن الكرة مرت وتجاوزت لأنها مقوسة، لكن في فار قرار. لا ولا هدف، 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 هدف. بالغت، بالغت.